عندنا أول شيء اللي هي الحلوى، الأغراض الحلوى، ما عندنا وايد أشياء، بس on the side بنسوي سلطة فواكه بلمسة ثانية شوي. لأني أنا دائما أستغرب إنه ما في فواكه، بس أشوف مكسرات بالحلوى، فاستغربت إني شفت شوية فواكه. لا، الفواكه بتكون على جنب. ليش اخترت الفواكه اليوم؟ لأن دائما إحنا نجربين على العيد إن شاء الله، دائما على سفرة العيد يكون عندنا الحلوى، عندنا الفواكه، عندنا القهوة، المكسرات، التمر. أكثر نسويها في يوم العيد. إيه، جميل جدا. بدل ما نقدم طبق الفواكه زي ما هو، بنسوي سلطة فواكه بس مع كوكونات كريم. أوكي، هذه جديدة يا جلبرتو. طيب الحين بنبدأ إحنا بالحلوى العمانية البحرينية. صح. كيف نبدأ؟ بتجيب لي العين وأنا بقول لك المكونات على السريع. جميل جدا، وهذه عيون أديسون اللي بتسهل لنا الحلا وبنخلصه بأسرع وقت. أوه، هذه واحدة ثانية. يس، عندهم عين، عند عينين، عندهم ثلاثة عيون ومختلف القوات. تمام، الحين عندنا الماي ورد. عندنا السكر، هاي السكر بنحرقه وبنحرقه مو بطريقتك. شلون؟ طريقتي. حلو، هذه جديدة. طيب نحتاج قدر ولا قدرين ولا؟ لا، خلنا ناخذ المقلة هذه أحسن، نون ستيك، عشان ما يحترق عندي السكر. جميل على جدا. على السريع. سو عندنا ماي ورد مع الماي، عندنا السكر، عندنا زيت. ممكن ان نستخدم السمنه بلس الزيت. اليوم انا بستخدم فقط الزيت، بيعطينا بالضبط نفس النتيجه. عندنا نشا الذره، كميه وافره، كميه وافره. عندنا الزعفران طبعا، اوكي، ما نستغني. وعندنا الهيل، ما نستغني عنه في الحلوى. عندي هني ماي الشمندر. اوكي، عشان نستغني عن الالوان. بالضبط، فكره حلوه. وطبعا عندي هني مكسرات للتزيين، مكسرات داخل الحلوى بتكون. وانا قاعده احرق السكر، لو سمحت لو تدق لي المكسرات، تقدر تدق لي الكازو والسنه العجوز واللوز والجوز والجوز. الباقي اوكي، الصنوبر وفستق ما يحتاج. ها، اي اوكي، بالنجر. ها، بعطيك الدقاقه الهاوة نحن نسميه. طبعا شيف نسيم تقيدت بالطبق تقليدي جدا، لدرجه حتى ما استخدمت الفود بروسيسر عشان تفرم او تطحن المكسرات، واستخدمت الهاون. فبالعكس هذا شيء جميل انه نحافظ على التراث زي ما هو حتى بآلاته. طيب، وكيف انت بتكسرين او بتكرملين هنا وتحرقين السكر؟ طريقه جدا سهله، واظن ان انت تعرفها. الا ايه هي؟ عشان ما يحترق وايد عندي السكر، أنا أحتاج اللون. بضيف السكر، بخليه يذوب ويتكرمل في قليل من الماي. أوكي أوكي أوكي، هذه اللي يبغى يلعب على المضمون وما ينحرق معاه، يبدأ يسوي هذه الحركة. بالضبط. شف نسيم هي معلمة وتعلم دائما طلاب، تقريبا أغلبهم يصيرون قليلين الخبرة، فتحب تعلم تريكات إنه عشان تلعب على السيف سايد، وانه طرق الكرمل اللي بدائيه وسهله جدا، بحيث انه اي احد يشوف هذا الطريقه الا ما يقدر يضبطها، لانه احيانا لو ما حطينا مويه بيفلت مننا الحراره على طول، بينحرق معانا. فالطريقه المضمونه الاكثر هي الطريقه اللي استخدمتها اليوم شف نسيم. في هاي الاثناء قلنا عندي السائل اللي هو الماي ورد والماي. طبعا عندنا زعفران، ولازم مثل ما قلنا قبل خلطة. الزعفران لازم يتنقع في السائل قبل ما ان نستخدمه. تمام، وعندي هني الهيل، اقدر اضيفه بعد. الهيل حلو انه يتنقع مع الزعفران، يعطينا روائح جميله جدا جميله. نشا الذره أقدر أخلطهم وياه كذا. كويس، ممتاز. ما تبغينه مرة بودرة، يصير فيه بقلمس. إيه، إحنا نبي نحس بالمكسرات داخل الحلوى. شوف هني عندي السكر من تحت قاعد يتكرمل أوريدي. تلاحظ بدأ يأخذ لون، بدأ يأخذ اللون، ممتاز ما شاء الله. الهاون يسمونه، الهاون مرة ثقيل. ها، إيه ثقيل. هني لما أشوف إن السكر قام يذوب وبعضه يتم جاف عندي، أقدر أضيف شوي من السائل. لكن أنا السائل مالي هالمرة بيكون عصرة من الليمون. أوكي. أولاً عشان يسوي دي جليزنج حق الفان، أي شيء سكر لاصق فيه. طبعا. ثانياً يعطي حموضة تسوي بالانس بين السكر اللي في الحلوة ونتعفة ليمون، يعني مو بوايد. حلوة هذه، ما قد حطيت بالكراميل حق الليمون.
الحين لما تشوف السكر بدأ يذوب صار سائل تقريبا في بعض اللمس الصغار ننتظرها تذوب، بس في هاي الأثناء انقصر على الحرارة تقريبا تصير متوسطة يعني from low to medium من منخفضة لمتوسطة، تأخذ راحتها وأحاول أن أنا دائما أحركها عشان تصيد من كل الأطراف. أنا دائما أكل الحلوى البحرينية وأحبها صراحة، بس أني ما قد شفتها هنا بمحلات بالسعودية. بالعادة هي مرتبطة ثقافيا بالبحرين، ودائما إذا رحنا البحرين لازم نرجع بهدايا لأهلنا من الحلوى البحرينية التقليدية. وليش أنه أنا استخدمت هاي الطريقة ما استخدمت طريقة السكر فقط؟ لأن عندي سكر كمية هائلة لو لاحظت، فلو كان عندي وايد سكر بيبدأ أنه يحترق عندي سريع اللي مال البداية صادقة مع شوية رطوبة أظن يشتغل أحسن في هاي الطريقة. الحين بدأ يتكرمل، باقي تقريبا دقيقة واحدة ونروح حق اللون المطلوب. ودي أقيس درجة حرارة وين مسدس دقيقة. توقع 170 مفروض يصل صح؟ بالضبط 172. يعني هذه الطريقة جدا مضمونة اللي يبغى يكرمل السكر، ها؟ بالضبط. والمفروض يوصل 170 وأنا سويتها بدون ثيرموميتر. شيف عزيز قاعد أشوف أنه يسرق الثيرموميتر ويشيك على الحرارة. حسيت تفاجأ أن الحرارة بالضبط نفسها اللي هو دائما يطبقها، بس أنا استخدمتها اليوم بالنظر وهو استخدمها بالثيرموميتر. يلا الحين نبدأ الخطوة ما قبل الأخيرة. أول ما يتكرمل عندي والسكر يذوب كامل ولونه يصير بني تقريبا بني فاتح، أقوم أضيف مخلوط الماي ورد مع الماي ونشا الذرة الزعفران والهيل، أضيفهم شوي شوي مع الاستمرارية في التحريك. في هاي الأثناء سوبر سيمبل بعد عندنا الماي الشمندر نقدر نضيفه حق لون. شوف اللون حق الشمندر كلش ناتشرال يعني. دائما الحلوى اللي نشتريها من الأسواق تكون فيها ملونات طعام قابلة للأكل، بس اليوم حبيت أزيد فكرة إن إحنا نقدر نستخدم ملونات طعام طبيعية 100%. استخدمت لون الشمندر. أول ما أحس إن القوام قاعد يصير متماسك أبدأ أضيف الزيت. اوكي، وش فايدة الزيت؟ الزيت يخليها تكون حلوة بحرينية. لا، الزيت يخليه يعطيها اللمعان، يعطيها القوام الناعم، يعني اول ما تاكلها تذوب بالضبط بيسكلي، وتحافظ تقريبا على عمره مع السكر. صح. يعني هي مكوناتها جدا سهله، بس يبغى لها طوله بال وتحريك مستمر يعني. اكيد. تقريبا قاعدين نتساعد انا وشيف نسيم في صنع الحلوى البحرينيه. الحلوى البحرينيه بسيطه شويه، موادها متوفره، ولكن يبغى لها تحريك مستمر، فتقدر تقول شغل حق اثنين. ساعدك شوي لك فتره انت تحركين. يلا يعطيك العافيه، بس حاول تروح من جميع الاماكن حتى من الاطراف اهم شيء. مره بدا يثقل. اي بس على السريع عزيز. وأنا أشوفها شيف نسيم تحرك، توقعت الموضوع عادي، بس إنه الخليط بدأ يجمد معانا وبدأ يتكتل، فصار موضوع صعب جدا. أشوف ما فيك طاقة اليوم، شكلك صايم. جعانين فعليا. أنا الريحة دائما مربوطة بالذكريات، فمجرد ما شميت الريحة تذكرت أزقة البحرين وإحنا ماشيين فيها بالأسواق الشعبية والحلويات الشعبية والبهارات، فودتني بعيد. بدأ يثقل مرة الصراحة. أنا اليوم في الرياض بس الريحة يابتني على البحرين، وحتى ودت الشيف عزيز على المنامة. أحسك تعبت شيف عزيز. لا ما تعبت، بس تقدرين تخدمي دور. طبعاً تعبني الموضوع 5 دقائق وأنا أحرك تحريك مستمر والخليط ثقيل، فكان لازم شوية تبادل خبرات. يلا تعال يمهني. يلا وتبدأ تضيف الزيت شوي شوي، حبة حبة تجي المحبة، ها؟ شوي شوي. خلاص وقف الحين وبقول لك متى تضيف مرة ثانية. شوف شلون؟ أول ما تحط لازم أن أنا أحرك لين أتأكد أنه انخلط عندي، بعدين أضيف الباتش الثاني. قريب نخلص. أول ما يختفي الزيت بنضيف المكسرات وبس، تقريبا خلصنا. نخلي وين نحطه؟ في قوالب ولا بنحطه في صحن تقديم عادي؟ تحطين بهذولي على طول؟ على طول كذا يصير، ها؟ كذا يصير. كيف عزيز كالعادة
ما أسمع منك النحلة طول الوقت. شوف شلون القمام قام يغلي خلاص شد وقام يتمغر. شوف أي مرة خلاص صار كتلة واحدة. ها وشلون أتأكد أن قوامي حاليا هو ممتاز؟ لما أسوي شيء في المقلة شوف يروح كله. ها يروح كامل المقلة. أقدر أشوف المقلة. أوكي معناته وصلت النتيجة مطلوبة. وفورشور إذا برد بيصير متكتلة أكثر وأقدر أقطعه. أكيد بيمسك أكثر بيتمغط أكثر وقوامه بيكون الصحيح. يعني عقب ما أوصل حق القوام المطلوب أضيف المكسرات أوريدي عندي. وأول ما أضيف المكسرات خلاص أشيلها من النار وأخليها على جنب أو أسكبها في صحون التقديم. وبس نبدأ نزين. لو تجيب لي المكسرات يعني هذه حلوة المكسرات صراحة. شوي يدنا تكون كريمة بالمكسرات. طبيعي تحت مكسرات فوق مكسرات. Because why not. عليك يا حبيب والديك. طريقة التزيين تقليدي جدا. تقليدي 100%. يحبونك كذا أهل البحرين إنك ما أفتيتي ولا عدلتي ولا لعبتي بالوصف. الحمد لله. دقيقة وين التويست؟ ما سويتي لنا تويست هنا. تويست في سلطة الفواكه. لا تضحكين علينا. حطي هنا شيء. إيش تبيني أحط لك؟ حطي شطة، حطي مايونيز، سوي لنا أي كرياتيفيتي. حطي شمام مدري مشموم. أبداً. وهذه يعني تقريباً الحلوة صارت عندنا بارزة. تساعدني في سلطة الفواكه؟ لا بقعد أتأمل هذه أنا. هذه استخدمتها أمس وأنا صار خاطري أستخدمها. يلا هنا بنسوي سلطة فواكه خفيفة ولطيفة شوي. اليوم الدقاقة أو الهاون صديقك. في بندق كمان فواكه؟ لا بندق مستكة من نصيبي. طبعا طلع الهاون شغله شوي متعب ومزعج ولكن تمون الشيف نسيم. سلطة الفواكه عبارة عن أي فاكهة مشكلة. اليوم استخدمت الأفوكادو، التفاح، الغوجة، الموز، الكمثرى والتين. حاول أن أقطع الفاكهة شوي بشكل مختلف. دائما الفاكهة مظلومة على سفرة الحلاوة. ليش؟ الكل يتجه حق الحلويات وما يروح حق الفواكه لأن نقدمها بشكل بورينج كذا شوية ممل. بالضبط. فإذا أعطينا شوية إيفورت أو جهد بيصير عندنا أكيد طبعا طبق أفضل. 100% في شيء ما استخدمناه أفوكادو. أوكي الأفوكادو خضار ولا فيجتبل؟ ولا ما تبي تجاوبني؟ لا ما أعرف صراحة. الأفوكادو أتوقع لأن سألتني هذا السؤال فأتوقع أنه فيها تريك وراء. خلاص باكر أجاوبك بس مو مسموح لك تدور في جوجل. أوكي ولا استعاني بصديق؟ ممكن. أنت صديقي وش الناس؟ خلاص أظن كذي كفاية. جميل جدا. أوكي نبدأ أن إحنا نشكل السلطة، سلطة الفاكهة. وبعدين أسوي صلصة جوز الهند. أول شيء يكون عندي كريمة جوز الهند، أضيف فيها المستكة الباودر، وبعدين أضيفها على الفاكهة المقطعة وأضيف العسل وأضيف الجوز الهند المبروش وأزينها على حسب الرغبة. هنا في طبق ما أقدر أقول عليه تقليدي، هو تقليدي ولكن أنت سويتي فيه برزنتيشن جدا جميل وجدا ممتع. بس هو مو تقليدي وايد يعني هو سلطة فواكه بس أنت قلت سلطة فواكه مع جوز هند ومستكة. نو بس عيل هذا مو تقليدي. أجل هنا التقليد. هذا التقليدي. طيب هذا هنا أنت بدعتي صراحة فيه مرة. شوف هذا لك وهذا لي. شو رأيك؟ خلاص نروح ولا نختم أول؟ نختم أول. أنا اخترت هاي الحلوى البحرينية عشان أشاركها حق الجيل الجديد. غيري من الشفات التقليدية من قبل سووها ونشروها بس أنا مسؤوليتي حاليا كشف في هاي العصر لازم أؤدي هاي المسؤولية ورجع التقليد حق الجيل القادم. صراحة الحلوى البحرينية سلاش عمانية من أحلى الحلوات اللي الواحد يقدر يذوقها خصوصا وما حد يجي البحرين ما يذوق الحلوى إلا البحرينية. ما هي اللي ترجعنا للبحرين أصلا ثاني. خصوصا إذا كانت دافية نفس هذا اللي هنا. فعشان كذا أنا أنصح دائما المتابعين إنهم يطبقونها لأنه أتوقع بيحسون بطعم مختلف. أو شيء من يدهم ثاني شيء نفرش.